خلف الكواليس على هذه التقنية الممتازة والتي تفصل بين المراكز وتعطي كل ذي حق حقه. الكلمة مشاهدينا الأعزاء إلى زميل مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، متواصلين مع حضراتكم في هذا النقل الحي والمباشر من سباق سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى في يوم ما قبل الختام، حيث ننطلق مع حضراتكم في رحلة جديدة. وشوطنا الخامس ينطلق على بركة الله، شوط خصص للحيل. سيارة رنج روفر قدمت للفائزة بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة حتى المركز العاشر. نتمنى التوفيق لكل الهجن المشاركة في هذا الشوط. أبدأ مع حضراتكم في هذه اللحظة بتواجد الوجبة على مقدمة الشوط لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع سالم بن فاران المري في المتابعة. تليها مباشرة وجهة نظر مع المركز الثاني رابعة لشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع سالم بن فاران. سالم بن فاران ووجهة نظر بالمركز الثاني، تندفع وتحاول اللحظات الأخيرة، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، ولكن المقدمة، المقدمة مع الوجبة، مع الوجبة التي تضيف النقطة الرابعة في هذا المساء، تضيف الرنج روفر الثمين والغالي لهجن سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. يبشر بالخير هذا الشعار، يبشر بالخير يا سالم، يبشر بالخير. قد يكون تواجد هذا الشعار في هذا اليوم خير دليل لتواجده في يوم الغد. نتمنى لك التوفيق، نتمنى لك التوفيق. الوجبة، الوجبة، الوجبة. سلام، سلام شحاني، سلام من الله عليكم أبناء الشحانية. ليبقى السلام بالشحانية مع وجود الوجبة وحصولها على السيارة في هذا الشوط وإضافة النقطة الرابعة. سلام شحاني، سلام، سلام شحاني مع فوز الوجبة بالمركز الأول. أهني شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، أهني الذهبي سالم بن فاران. يا سلام، يا سلام، أشكرك يا سالم، أشكرك يا سالم. عرض تلقائي يقدمه سالم بن فاران مع وجود الوجبة. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وللذهبي سالم بن فاران المري على فوز الوجبة وحصولها على السيارة. تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني وجهة نظر وصلت للمركز الثاني لهجن العاصفة. المركز الثالث، المركز الثالث المركز الثالث وصلت الغزيل لهجن الرئاسة. المركز الرابع العنود لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني. المركز الخامس مهابة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. إذن تهانينا للمرة الرابعة في هذا اليوم. أهني سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز الوجبة بالمركز الأول وحصولها على السيارة الرنج روفر في هذا الشوط. وهذه الوجبة 12 دقيقة 21 ثانية 40 جزء من الثانية. تحطم التوقيت في هذا اليوم وفي هذا المساء مع الوجبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. وهني سالم بن فاران المري على هذا الفوز. 12 دقيقة 30 ثانية 50 جزء من الثانية توقيت وجهة نظر الحاصلة على المركز الثاني لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن حمد بن غدير. تهانينا والناموس. المركز الثالث،
المركز الثالث 12 دقيقة 41 ثانية 60 جزء من الثانية، توقيت صاحبة المركز الثالث الغزيل لهجن الرئاسة مع علي بن جميل الوهيب.